عبر الهاتف من الرياض معي دكتور نجيب غلاب رئيس المنتدى الجزيرة، منتدى الجزيرة العربية للدراسات. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور نجيب. كيف تتابع المرحلة الراهنة، التقدم الذي نتحدث عنه بمفرق المخا اليوم بقرب تعز؟ يعني في تقدم، كيف تتابع هذه المرحلة من التقدم؟ في تقدم كإنجازات وفي نوعية المواقع التي تستعاد. هو صحيح الجبهة الغربية لتعز جبهة حية وحيوية، وتأتي أهميتها باعتبار أن تأمين مديريات موزع والوزعية ومقبنة تعتبر هي يعني خلفية ميناء المخا ومديرية باب المندب، وأيضا تشكل يعني تأمين هذه المنطقة بالكامل بانطلاقا باتجاه مديريات الحديدة وصولا إلى ميناء الحديدة نفسها. هذا المفرق المخا هو يعتبر يعني من أهم المراكز الأساسية التي يعني تمكنت الحوثية من تأمين إمداداتها، والتي تأتي عادة من المنطقة من شرق تعز في الحوبان عبر خط رئيسي يصل إلى غرب تعز، وأيضا يقطع إمداداتها باتجاه مديرية مقبنة. أنا أعتقد هذا التحول تحول مهم وإنجاز مهم، ويجعل بوابة تعز الغربية أكثر أمنا، وهذا سيفك أيضا سيسهم في فك الحصار على تعز، ويمكن أيضا القوات الموجودة في المديريات القريبة من غرب تعز بتحقيق إنجازات وفك الحصار أيضا على تعز من الجهة الغربية. طيب دكتور نجيب، ما الذي يساعد القوات، قوات المقاومة الوطنية اليمنية طبعا بهذا الدعم، مع هذا الدعم الكبير من القوات الإماراتية، ما الذي يساعد في هذا التقدم ويجعل الميليشيات تتكبد كل هذه الخسائر إن كان البشرية أو المادية؟ وصلت اليوم لأمر قيادات سياسية بدفع برجال الأمن وحراس المنشآت لجبهات القتال، ما الذي يساعد هذه المرة ويؤدي لخسائر أكثر؟ أولا الحوثية يعني أصبحت مستنزفة، وهناك خسائر كبيرة على مستوى القيادات وعلى مستوى الميليشيات التابعة لها، وأنا أعتقد أنه الحوثية لم تعد قادرة حتى على التجنيد، هي اليوم تعيش حالة عزلة شعبية. لكن ما يهم أنه في هذه الجبهة، جبهة غرب تعز، هناك حالة من يعني هناك خطط واضحة ومنتظمة، ويبدو لأنه الخبرة العسكرية في هذه الجبهة منتظمة. هناك قوات أيضا في حالة التحام وتنسيق وتكامل، وهي قوة متنوعة من المقاومة الجنوبية والمقاومة التهامية والمقاومة الوطنية، وجميعهم ألوية مشكلة تدير المعركة وفق خطة متكاملة مع التحالف العربي وبالذات القوات قوات الإمارات. يا هذا التنسيق وهذا التكامل وهذه الخطط، أنا أعتقد أنها حققت إنجازات يعني أنا أعتبرها متحول استراتيجي باتجاه إدارة معركتنا وتحرير المديرية الحديدة، وأيضا تسهيل الإمدادات إلى محافظة تعز التي تعاني من حصار كامل. نعم، طب كل هذه العوامل اللي ذكرتها واللي هي تقف لصف طبعا القوات الشرعية، الناس، تعامل الناس مع الميليشيات، القوات المشاركة، ولكن وخسائر طبعا عسكريا، يعني المرحلة التي وصلوا إليها، بس إلى أي درجة المعركة صعبة خاصة في هذه المراكز التي يعول عليها الحوثيون من بموضوع الإمدادات؟ صحيح، هذه المنطقة هي كانت من أهم المناطق التي تهتم بها الحوثية نتيجة اهتمامات إيران باهتمامها بالتأثير على أمن البحر الأحمر، وبالذات قربها من ميناء يعني من مضيق باب المندب، وبالتالي هي قاتلت الحوثية قتال مستميت يعني، وحاولت يعني أن تثبت مراكز لها وتسيطر على الجبال بحيث تكون قادرة على التأثير على القوات الموجودة في المخا وأيضا الموجودة في باب المندب، وحتى إعادة مسألة تقدم هذه القوات تكون يعني بحيث أنه يكون ظهرها غير آمن. وبالتالي هو صحيح أنها جبال يعني وفي وعورة، لكن وأيضا هناك أرض مفتوحة وألغام يعني لقمتها بألغام كثيرة، لكن بالأخير أنا أعتقد
انه الكتله السكانيه ايضا في هذه الجغرافيا هي كتله نافيه للحركه الحوثيه، وبالتالي هذا سهل هذه الانجازات، وما زال امامنا الكثير. لكن انا اعتقد انه مديريات قرب تعز اصبحت اليوم اكثر امنا، واصبحت ستكون هي من اهم المرتكزات الاساسيه والقاعده الثابته باتجاه الحديده، وايضا بفك حصار تعز من الجهه الغربيه. طيب بموضوع التعزيزات العسكريه، هل ما زال فرصه امام الميليشيات بتوفير هذه التعزيزات؟ وماذا يعني ان ترسل لجبهات القتال على حساب توفير حماية أمنية أكثر للقيادات؟ الحوثية أصبحت يعني بسبب طول المعركة كانت تعتقد أن هذا سيخدمها، لكن هذا أدى إلى استنزافها واستنزاف ميليشياتها في جبهات متعددة، وبالتالي حتى مسألة رفض الناس للتجنيد مع الحركة الحوثية نتيجة الخسائر التي تلحق بها أولئك الأبرياء الذين يتم تعبئتهم أو دفعهم إلى الجبهات، وبالتالي أصبحت تلجأ إلى الموضوع الأمني. لكن الحوثية هي تخطط أيضا لاستنزاف البنية الأمنية المختطفة من قبلها، وتريد أن تدفعهم إلى الجبهات. وهذه يعني طبيعة الحركة الحوثية، التضحية بكل من ليس من داخل التنظيم في معاركها العبثية، وبالتالي أنا أعتقد أنها هؤلاء سيأتون بمعنويات منخفضة، هذا إذا لم يفر جزء منهم باتجاه المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية. أنا أشكرك جزيلا من الرياض دكتور نجيب غلاب، رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات.